أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب في المرحلة الثانوية، ولي مدة لم أحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. أنا يقول أحسن الله إليكم: أنا شاب في المرحلة الثانوية، ولي مدة لم أحافظ على صلاة الفجر جماعة في المسجد، فما هي النصائح التي أحافظ عليها التي تجعلني أحافظ على الصلوات كلها؟ أن تفعل الأسباب التي توقظك لصلاة الفجر، منها أن تنام مبكرا ولا تسهر، تعطي نفسك حظها من النوم والراحة حتى تقوم آخر الليل، ومنها أنك تعمل وسيلة للإيقاظ، وسيلة للإيقاظ كالمنبه تجعله عندك، أو توصي من يوقظك من أهلك أو من جيرانك توصيه بذلك، ثم بعد ذلك يزول عنك الكسل بإذن الله. إذا حافظت على القيام وحرصت عليه لصلاة الفجر فإن الله يعينك، وإذا جاء وقت الفجر ستستيقظ تلقائيا من النوم. إذا عودت نفسك على هذا فإنك تستيقظ تلقائيا من النوم. نعم، فالشيء بالمران والتعود والنية الصالحة. نعم.